برجع مع حضراتكم وضيفي الكريم اللواء ثروت جود. اهلا بيك. اهلا بيك فندم. كل سنه طيب. صباح السلامة. عايز ملخص لي حضرتك قرات كلام وزير الدفاع ازاي النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الخطاب بتاع السيد وزير الدفاع هو حط بس النقط والحروف عشان الناس برضو زي ما حضرتك قلت في الفقره حضرتك اللي انتهى في الاول، هو كلم الداخل وكلم الخارج. نعم. فيما يتعلق بموضوع الانقلاب العمليه كانت واضحه تماما. القصه بالنسبه للقوات المسلحه ما هياش كانت وليده او لمؤسسات الدوله يعني. نعم. خلينا نتفق ان احنا عندنا 5 مؤسسات سياديه هم صناع قرار داخل البلد. اللي هم ايه؟ اولهم وزاره الخارجيه، يليهم الاعلام، بيليهم وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، المخابرات العامه. هم دول 5 اجهزه سياديه اللي بيصنعوا قرار داخل المطبخ المصري وفي اي حته في العالم يعني. يمكن برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين، عشان تقوم دوله ديمقراطيه حقيقيه لابد من توافر 3 سلطات رئيسيه. السلطه الاولانيه السلطه القضائيه، ولابد ان تكون مستقله، ولابد ان تكون بعيده عن اي تاثير لاي مؤسسه اخرى داخل الدوله. السلطه الثانيه هي سلطه الاعلام، لابد ايضا ان تكون مستقله وقويه وبعيده عن اي سيطرة او تأثير من اي سلطة اخرى داخل الدولة. التالتة هي مؤسسات الدولة، لابد ان تكون مؤسسات قوية وقائمة على فكر دولة المؤسسات. هم دول التلاتة لو توفروا بيبقى في ديمقراطية. غير كده مفيش ديمقراطية يعني. وبالتالي سيادته النهارده هو بيكلم الناس. الجزء الاولاني منه زي ما بقول لحضرتك هو ما بدأش من اسبوع اللي هو ده لمؤسسة الرئاسة، لا هو كان بادئ من زمان. ممكن لو نفتكر في شهر 11 سنة 2012 هو وجه دعوة للناس كلها المعارضة والحكومة، وطلب منهم ان هم يجوا يقعدوا قعدة شخصية، قعدة اجتماعية عشان يوفق ما بين الاثنين، لان كانت كل الامور واضح قوي انها رايحة في اتجاه ان هناك صدام قادم، هناك صدام قادم. برضو نرجع نقول، يمكن انا قلت الكلمه دي اكتر مرة، خلافنا مع الاخوان او خلاف القوى المصرية كلها مع الاخوان ليس خلاف عشان السولر وعشان العيش وعشان الكلام ده، لا، الخلاف مبني اساسا على فكر الجماعة. هذا تنظيم بيحكم مصر وهو لا ينتمي الى مصر باي حال من الاحوال. ده طالع من ادبياته، طالع من ثقافته ذات نفسها. المواطن بالنسبه له المواطن المصري درجه ثالثه او درجه رابعه او خامسه، مش موجود اصلا يعني. هو مش معتبر المواطن المصري موجود. هو يا ريت بس الناس برضو اللي في الريف في الحته دي تفهم ان المواطن المصري بالنسبه له هو اغيار. واغيار اللي هم مسلمين بالاسم فقط يعني. لو تمادوا ضده بيحولهم الى كفار. دي نمرة واحد. وبالتالي ما فيش عنده حاجه اسمها مواطنه يعني مصري، ما فيش حاجه اسمها مصري. الحاجه الثانيه ان ما فيش دوله يعني، هو لا يؤمن بالوطن. واللي حضرتك اشرت اليه ده كلام موجود، ويعني انا كنت على استحاء ما برضاش اقول الكلام ده في الاول، رغم ان الكلام ده عندنا من سنه 90 وعرضناه على السيد رئيس الجمهوريه الاسبق، وبالتاكيد لازم يكون عرض على السيد رئيس الجمهوريه السابق. اللي هو ايه؟ اللي هو المخطط الامريكي لمنطقه الشرق الاوسط. احنا عرضناه على السيد حسني مبارك في توقيته، والراجل خد شوك وبدا يقول طب يعني، قال للسيد الوزير عمر سليمان طب اتصرف يعني، انتوا اتصرفوا شوفوا قصتها ايه، لكن انا مش مصدق يعني. ممكن تحكي للناس ايه هو المخطط بالظبط، واستغلوا الاخوان ازاي، وليه بيدافعوا عن الاخوان بهذه الاستماته؟ تمام يا فندم. هو هقول لحضرتك حاجه، نقول من سنه 90 بالظبط مركز دراسات المركز الاستراتيجي للدراسات الاستراتيجيه التابع للكونجرس، زائد مركز دراسات الشرق الاوسط، زائد مركز دراسات الشرق الادنى، هم دول فيهم بقى دونالد رامسفيلد، وفيهم جورج تينت، وفيهم كولين باول اللي كان وزير دفاع، وزير خارجيه، وزير دفاع، قيادات كلها بتاع الفكر الجمهوري والفكر الديمقراطي، رئيس الاستخبارات السي اي اي. دول هم قيادات الفكر في المجتمع الامريكي في هذا التوقيت، وهم اللي مسكوا مناصب بعد كده. وبالتالي الناس دي كلها قعدت وقالت طيب احنا ما عادش لينا عدو من بعد البروسترويكا وجورباتشوف، ما عادش لينا عدو يعني من 85 لحد 90، لابد ان احنا نطلع عدو جديد. وبداوا يقولوا الهند تكون طلع صراع الحضارات اللي هو كان فيه الاسلام هو العدو يعني، شوف رغبه كده الاسلام هو العدو. وبالتالي بدا يفكروا طب الحته اللي هي سره المواصلات في العالم اللي هي منطقه الشرق الاوسط بما فيها من مواد خام سواء كانت حاليه او لاحقه، يعني مصر النهارده بتعد سنه 2050 هي مخزن الطاقه للعالم. العالم بالكامل مخزن الطاقه بتاعته موجود في مصر.
من خلال الطاقه الشمسيه والقصه دي، يعني لو في مجال هنتكلم فيها، لكن نحن مخزن الطاقه، واحنا حاليا مخزن الطاقه سواء كان في منطقه السعوديه ودول الخليج وليبيا وهكذا، وبالتالي لازم نسيطر على المنطقه دي. طب عشان نسيطر عليها نعمل ايه؟ نخلي اللي يمسكها مسلمين، يعني تنظيمات اسلاميه. التنظيم الوحيد اللي ظاهر في المنطقه واللي هو منظم نفسه هو تنظيم الاخوان، وهذا التنظيم من ابجديته هو شغال سياسه، والوطن بالنسبه له لا يساوي شيء، وبالتالي هو هيحقق فكرنا في انه يفتت المجموعه اللي موجوده كلها في منطقه شرق الاوسط. وقالوا ساعتها ان احنا عندنا 7 دول محطوطين على القائمه، اهمهم مصر، ومصر كانت بتصنف عندهم الجائزه الكبرى، او كانت بتسمى الجائزه الكبرى او الكعكه الكبرى. وبناء عليه كانت قبل السعوديه بالظبط. وليه قبل السعوديه؟ رغم ان السعوديه اضعف، لكن ليه قبل السعوديه؟ لان السعوديه بالنسبه لمصر، وبالنسبه مش لمصر كحكومه، للشعب المصري، اي حد هيقرب ناحيه الحجاز، ارض الحجاز اللي هي مكه والمدينه، الشعب المصري كله هيقف ضده، قرابه مقدسه يعني. بالظبط. والشعب المصري هيتوحد، هو عايز الشعب المصري يتفتت، فحطه قبل السعوديه عشان لو هو خلى السعوديه قبله يبقى الشعب هيتوحد، مش هيبقى قدامه حاجه ثانيه غير ان هو يدافع عن السعوديه ويدافع عن ديانته واسلامه، وبالتالي مش هيقدر يفتت الشعب المصري، عشان كده حطه بعد السعوديه. ده كان المخطط الاولاني اللي اعاد مره اخرى وبداوا ينفذوا فيه، وشفنا العراق وشفنا سوريا وهكذا، كل الدول اللي هي وقعت دي كان جوه المخطط، ما عادش ناقص فيه غير ايران والسعوديه. ومصر طبعا دخلت في اللعبه اعتبارا من سنه 2011. كويس. المخطط ده اعاد مره اخرى تجديده بس بصوره اخرى، هو بيحط المخطط بتاعه لمده 25 سنه، يعني كان يخلص 2015. هو جه في سنة 2003 وبدا يقول طيب انا هخش لمصر ازاي؟ اقتصاديا مش هقدر اخش، عسكريا مش هقدر اخش، طبعا في 1,000,000 محاذير على انه يخش ينزل على الارض، يعني عشان يفرض رايه في مصر لازم ينزل على الارض، عشان ينزل على الارض لا، القوات المصرية قوات جامدة جدا، والشعب المصري شعب مهما كانت تربته ومهما كان صبره، لكن هو شعب لما بيصور ما حدش بيعرف يقف قدامه. ويمكن دي من ضمن برضه الحاجات اللي انا كتير قعدت مع علماء الاجتماع وعلماء النفس وظباط المخابرات في العالم كله، كان يقول الشعب المصري شعب لا ما بنعرفش هو عايز ايه، ولا نعلم ما هي ردود فعله. نعم. ودي ظهرت في اكتر من حاجه. يعني في 2003 اوباما قال لك ان جورج بوش الابن كلف الخزينه الامريكيه 2 تريليون دولار، وبناء عليه عشان يعمل المغامرتين الثلاثه اللي عملهم، وبناء عليه احنا عايزين باقل قدر ممكن من الخسائر ننفذ اللي هو العراق وافغانستان، اللي هي العراق وافغانستان، وبعديها دخل بقى على ليبيا وعلى اليمن، المجموعه دي كلها. هو لو حضرتك شفت هتلاقيه هو بيعمل دايره حوالين المنطقه بالكامل، عشان في الاخر ان الدايره دي تفتت كل القوى اللي موجوده حواليها. 2003 كان وجهه نظر اوباما انه هيبدا يدخل من خلال الاسلام السياسي، وهيبدا الاسلام السياسي هيحقق له غرضه ان هو هيفتت هذه المنطقه بالكامل. لو شفنا هنلاقي راشد الغنوشي في تونس، هنلاقي الاخوان المسلمين موجودين في ليبيا، الاخوان المسلمين موجودين في مصر. راشد الغنوشي اخوان حزب النهضه الاخوان، الاخوان برضو تحت عند ال الاحمر في اليمن، في اليمن وهكذا. يعني بدات خطه اوباما تقوم على عشان كده وبناء عليه لاقصى مدى ممكن. يعني لما نشوف امبارح تصريحات اوباما في الكونجرس، 25 مليار دولار دفعهم للاخوان. طب يعني الناس البني ادم العادي ما هوش فاهم يعني 25 دولار عملوا بيه ايه دول؟ يعني لا، ال 25 مليون دولار كان منهم 8 مليون دولار 8 مليار 8 مليار دولار عشان منطقه رفح، لا مش كلها، رفح والشيخ زويد والعريش، وال 10 مليار دولار عشان جنوب سيناء عشان تروح لاسرائيل. يعني كانت المخطط ان سيناء دي هتقسم 3 حتت، الحته الاولانيه هنمسك لحد المنطقه الف اخرها العريش، وننزل تحت لحد جبل حلال اللي هو قبل المنطقه الجبليه اللي موجوده في جنوب سيناء. الحته دي كلها هتبقى اماره اسلاميه وهتنضم لغزه وتبقى غزه الكبرى، ودي اماره اسلاميه مش فارقه معاها الارض المصريه، لا دي ما تهموش. اخد 8 مليار دولار. المنطقه اللي تحت لحد نهايه الخط الف اللي هو نقدر نقول عليه العريش راس محمد، المنطقه اللي تحت دي كلها تبقى لاسرائيل، تعود مره اخرى الى الجانب الاسرائيلي في مقابل كلام بقى فاضي واقبل. وطبعا كل الاخوه العسكريين والاسرائيليين عارفين الكلام ده، ان انا ناخد شويه حته في المرقب، يعني ايه المرقب دي وهوصل لها ازاي، كلام ذرا للرمادي في العيون يعني. من المنطقه الف بقى كلها اللي هي بتبدا من العريش لحد راس محمد تحت، دي هتخضع استراتيجيا وعسكريا وامنيا لقوه متعدده الجنسيات، واداريا هتتبع لمصر. عشان كده السيد الرئيس السابق
قال لك ان ده اقليم قناه السويس ويخضع لرئاسه الجمهوريه. طبعا ده كلام مش مظبوط ومش لوجيك، وكتير احنا قاومنا هذا الموضوع، ومن بدايه ما بدا يقول الكلام ده انا بدات بقى انشر كل حاجه. لا كان ده بدايه المخطط، يعني ده تنفيذ للمخطط لما اعلن اقليم قناه السويس. ده العلني اللي خلى واحد زي ده يتكلم. ما هو انا عارف القصه هتمشي ازاي يعني. وبعد كده ظهر بقى يعني النهارده لما يقول له 8 مليار دولار وأوباما يقول دولي عشان خاطر نفك مشكله غزه عشان خاطر اسرائيل. خلاص يعني بدا المخطط بقى اللي هو كان مرسوم يبان على الارض ويتقال مدفوع فيه قد ايه فلوس. دي كان الجزء الاولاني من المخطط. كان الجزء الثاني بقى زي ما حضرتك قلت كده ان مصر كلها كانت هتتقطع. منطقه مرسى مطروح ومنطقه المحافظه اللي تحتيها اللي هي الوادي الجديد، المنطقتين دول هيضموا لولايه برخه اللي فيها سيرت البنغازي، وتبقى دي اماره اسلاميه موجوده في المغرب، في غرب جمهوريه مصر العربيه. يبقى فاضل لنا حته من العلمين لحد قناه السويس. هو حتى قدام الاقليم قناه السويس الامريكان قالوا له ما نقدرش نعدي القناه. ليه؟ لان شعوب بورسعيد، السويس، الاسماعيليه، السويس دي شعوب شرسه وشعوب مقاومه ومتعوده على المقاومه. كلامهم اللي مكتوب في بالنص يعني لن نستطيع ان احنا نتعامل مع هذه المدن الثلاثه، وبالتالي مش هنعدي القناه، احنا هنقف على الجانب الشرقي من القناه. وكانت دي بقى تصريحات سياده فريق السيسي، ولو انه كان بيحاول يمان الامور معاهم عشان الدنيا تمشي يعني. يعني هو المفروض ان سينا متطلبات القوات المسلحه فيها مش قصه ان انا المحاور الاستراتيجيه تبقى بتاعتي كجيش، لا، المحاور الاستراتيجيه وما هو يقدم على المحاور الاستراتيجيه. انا ما اقدرش في اقليم قناه السويس النهارده اعمل مدن ما هياش مصريه واللي مالكينها مش مصريين. طب ما كل خطوط الجيش هتتبلغ لاسرائيل تاني يوم الصبح. يعني لما الجيش المصري يعبر القناه ويبدا في المحور الاستراتيجي الشرقي بتاعه اللي هو اساسا اهم محور بالنسبه له يبدا يشتغل، كل الناس اللي قاعده دي نقط انذار مبكر هتبلغ كل المعلومات لاسرائيل. حضرتك بتقول الناس دي كانت بتخوض الوطن خيانه. طبعا خيانه، ده موضوع منهي. خيانه خيانه. ما هو انا اللي قال عليه الاستراتيجي اللي قاعد يقول انا بعت البلد وبعت، ما هو انا هو كان يقصدني انا بالكلام يعني. لان ده لسه الادهى، انت خلاص هتاخد بالعالمين لحد القناه لحد شمال اسيوط. هي دي الدوله وهي دي الاماره الاسلاميه الثالثه في جمهوريه مصر العربيه. من جنوب من اسيوط فما دول لحد تحت النوبه هيبقى في دولتين، دوله مسيحيه ودوله نوبيه. مسيحيه ودوله نوبيه. وبرضو الكلام ده الاخوه المسيحيين رافضينه قلبا وقالبا يعني. يعني انت ازاي هتشيل الناس بتوع شبرا توديهم تحت في اسيوط؟ طب واحنا مش تبع الجماعات الاسلاميه هنقعد فين؟ لا انت اغيار. اغيار. سيقام علي الحد. لا مش كده، انا وحضرتك انت كده. عبد. انا عبد. يعني هامر فاطيع. يعني قصدي هاؤتمر فاطيع. هو ده بالنسبه له، انا بالنسبه له اغيار. لو اتكلمت شويه وزودت زي ما احنا عملنا اليومين دول كده انا كافر ويقام علي الحد. رغم ان هو يعني انا مش شايف عنده اسلام خالص يعني. كل ابجدياته وكل ثقافاته ما فيش فيها اسلام. حدود الضغط الامريكي. بص يا فندم، الموضوع جوه الساحه الامريكيه القوى صنع القرار فيه ثلاثه. القوى الاولانيه هي الاداره. طبعا الاداره موجوده وزاره الخارجيه والقصه دي كلها، انا بتكلم على الاداره ككل. ده نمره واحد. نمره اثنين الكونجرس الامريكي بشقايه. نمره ثلاثه البنتاغون. هم دول الثلاثه. واجهزه الامن اوقات بتبقى مع الاداره واوقات بتبقى مع الكونجرس. مع البنتاغون سوري. اوقات بتبقى مع البنتاغون. الكونجرس والبنتاغون الاثنين كانوا رافضين لهذا المخطط على طول الخط. اللي هو وزاره الدفاع. اللي هي وزاره الدفاع ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. الاثنين. نعم. دول كانوا رافضين لسياسته على طول الخط. الوحيد اللي كان مصمم على ان هو يمشي يعني يمشي بسياسته الى نهايه المدى هي الاداره الامريكيه. ومحدش يفصل بين الاداره الامريكيه وبين وزاره الخارجيه، ما هو جزء من الاداره الامريكيه. وكانت طبعا مش مفاجاه بالنسبه لي ان اقول ان انا دفعت 25 مليار دولار خلال السنه دي. طب هم مش هيحاسبوه على الكلام ده؟ هيحاسبوه على الفلوس دي؟ هيحاسبوه. لانه كل اللي عمله خلاص انتهى تقريبا انتهى. لا الفلوس دي راحت فين يعني؟ بمنتهى البساطه برضه، ما هو بس لسه انا مش متاكد من دي. الفلوس دي ما اتحطتش في خزينه الدوله المصريه. الفلوس دي من بره بره. يعني راحت البهاما، راحت سويسرا، راحت السويد، انا ما اعرفش بالظبط، لكن الفلوس دي فين هي في الساحه المصريه؟ يعني 25 مليار دولار. 25 مليار كانوا بيدوروا على الصندوق النقد ال 4 مليار 10. لا ال 25 مليار دول راحوا فين؟ ال 25 مليار دول اللي ادعت بيهم شمال سيناء وجنوب سيناء
راح فين؟ يعني لو انت عايز تدعم الاخوان حد عمل بايه؟ ب 100 مليون ب 200 مليون دولار، لكن مش 25 مليار. فطبعا الكونجرس هيحاسبه حساب الملكين يعني، وهو طبعا لو الفلوس دي اتحطت في حساباتهم الخاصه بره مستحيل. ده وارد انه ما اعتقدش انها دخلت موازنه مصريه. هي فين؟ ما فيش حد قال انها موجوده في الموازنه المصريه. لما بعض الاقتصاديين العالميين يقولوا ان ماليه خيرت الشاطر ارتفعت من 8 مليار ل 200 مليار، ده كلام غريب يعني. من 8 مليار ده مين قال الكلام ده؟ بعض الاقتصاديين العالميين يعني. من 8 مليار خيرت الشاطر. خيرت الشاطر النائب العام النهارده تحافظ على امواله. بالتاكيد لازم يتحافظ على اموال. ده ايه؟ ده برضه كلام من غير وثائق. لكن شور احنا مجتمعنا غير المجتمعات الاخرى. المجتمعات الاوروبيه والمجتمعات الغربيه والمجتمع الامريكي هيطلع الكلام ده، هيطلعه. ما هو بدايتها قال انه عندي 25 مليار دولار. فهيدوروا راحوا فين بقى وتعرفوا بتفاصيلهم. اللي بيحصل في سيناء دلوقتي تفاصيله ايه؟ ده الانفاق النهارده كلام وزير الدفاع واضح، او الكلام التوجيهات اللي موجوده تدمير جميع الانفاق الخاصه بالتهريب سواء للارهابيين، لان كل اللي بيجي ويرتكب عمل في مصر هو ارهابي. معظم. اتفضل. انا اقول لحضرتك يناير 2011 كان عدد الانفاق اللي موجوده وبعلم الحكومه المصريه او بدون علمها لا يتجاوز من 30 ل 40 نفق. دول اللي كانوا موجودين. والحكومه المصريه كانت عاملاهم وبتتكلم مع الجانب الاسرائيلي، وكنا بندخل لهم اكل، بندخل لهم دواء، بندخل لهم اي حاجه من خلال الانفاق دي، ودي انفاق عاديه ليست مجهزه. تمام؟ لان كان في البدايه خالص لو حضرتك تفتكر ان حتى معبر رفح كان ممنوع يخش منه حاجات غذائيه، يعني المفروض ممنوع يخش منه اي حاجه. هو بس معبر الحدود للاشخاص، انتقال الاشخاص مش اكتر يعني. في الفتره من 25 يناير حتى الان وصل عدد الانفاق 1428 نفق. يعني 1400 نفق زياده. فطبعا حضرتك لا يعني تخيل بقى المنظر، مساحه الحدود بيننا وبين قطاع غزه حوالي 22 كيلو حاجه زي كده، لما يبقى فيها 1400 نفق. ده كلام مش مظبوط. ايه اللي كان بيخش بقى جوه الانفاق؟ غير بقى كل الاداريين يعني الشباب اللي موجودين في جبل حلال دول، لما مصر تبدا تزن عليهم يجروا جري يخشوا من الانفاق زي الفيران. بس انت دلوقتي جربت فمش يقدروا يجروا. يعني بقول لحضرتك ده اللي حصل. ده اللي حتى ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك هو ادى تعليمات لاحمد عز عشان الدخيله، ورد للقوات المسلحه او ورد للشرطه نعمل ستار حديدي ما بين الحدود ما بين غزه وبين مصر. فاحمد عز قلل التخانه شويه، فقاموا الحمساويين خرقوا التخانه بتاعه الستار الحديدي اللي اتعمل في المنطقه دي. ولكن يعني نقدر نقول انا في تقديري ان القوات المسلحه لازم الانفاق دي مهدد امني خطير، لازم الانفاق دي تتقفل، لازم تتقفل. نعمل منطقه حره، نعمل ازاي نعدلهم الاكل، نعدلهم اي حاجه، ما فيش مشكله خالص. لكن اللي كان بيخش من الانفاق كان بيهدد وبيتاخد من قوت الشعب المصري. اللي هو تهريب بقى. واحد حضرتك بس البسيط قوي يعني. خلينا نتكلم على الاسمنت بس. طلع الاسمنت في مصر ب 550 جنيه. الاخر بتاع سينا كان بياخده، ما هو سينا مشتركين معاهم في القصه يعني، بعض قبائل البدو اللي في سينا مشتركه معاهم في الموضوع، وعشان كده برضه السنغال النهارده بيكلموك يقول لك يعني نميني عشان يعني ما انت سايبني من غير اكل وسايبني من غير شرب فنميني يعني. الطن الاسمنت ب 550 جنيه ده بتاع سينا بيديهوله ب 950 جنيه. بيعديه في النفق ب 950 جنيه. 950 الاخ الحمساوي بتاع فلسطين بياخده ما بيشتغلش بيه، بيبيعه للجانب الاسرائيلي ب 1200 دولار. دولار 1200 دولار من 1000 ل 1200 عشان ابقى صادق بالظبط يعني. فتخيل انا بدي حضرتك مثال واحد. كل السلع الاستراتيجيه، الفول، العدس، كل السلع الاستراتيجيه كانت بتخش من بتاعه وكلها مدعمه. وبالتالي بتروح للجانب الاخر، الجانب غير السولار، غير البنزين، غير طبعا الحاجات الثانيه. كل ده كان بيخش يعني. لتر البنزين في اسرائيل باربعه شكل. عندنا في مصر اللتر اللي هو ال 92 ب 85 قرش ما كملش شكل. فتخيل انت حضرتك عشان تدخله يخش غزه ويطلع من غزه يروح الناحيه الثانيه، انت هتبيعه على الاقل ب 3 ونص شكل. شوف بقى كم. عشان كده انا قلت في مره من المرات ان هناك 70 مليونير في حماس، 70 مليونير. وحماس لما زودت شويه قلت لهم بقى لا احنا هنطلع القديم والجديد. اساس بنايه حماس الاخوان المسلمين اللي في غزه لما حبوا يعملوا تنظيم عشان يشاركوا في الانتفاضه، لان هم ما شاركوش في الانتفاضه، يعني الانتفاضه الاولى هم لما يشاركوا فيها.
اول عمليه عملوها كانت في 1/5/1989 والانتفاضه ايضا ب 87. الحمساويه ذات نفسهم ما كانش في حاجه اسمها حماس، كان الاول في المجمع الاسلامي. قيمه المجمع الاسلامي كانت قايمه اساسا على تجار المخدرات وعلى تجار سرقه السيارات اللي موجودين جوه القطاع، وكانوا بيسرقوا في غزه، كانوا بيسرقوا السيارات وبيتاجروا في الحشيش مع الجانب الاسرائيلي. وبالتالي الجانب الاسرائيلي مخترق حركه حماس بنسبه تتعدى 90%. عملوا المجمع الاسلامي وبداوا يعملوا اول صفقه سلاح عشان يضربوا بيها المقاومه الفلسطينيه، يضربوا بيها حركه فتح والجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه. ال صفقه السلاح دي اللي عملها مين؟ الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. بالتنسيق مع الليكود ومع الشباك الاسرائيلي. والاثنين دول، الشباك ده الجهاز الامن الداخلي والليكود ده كان حزب المعارضه في ايام، عشان يضربوا العناصر المقاومه الفلسطينيه. ومن خلال حساب مين؟ يعني فلسطينيين حماس بتضرب فتح وبتضرب الفلسطينيين لحساب مين؟ لافشال التفاوض ما بين حزب العمل وما بين الجانب الفلسطيني، وعشان حماس تبدا تتمكن من القطاع زي ما حصل هنا في طيب. مصر بالظبط. ممكن نطلع فاصل وبعدين فاصل وارجع نكمل مع ضيفي الكريم باقي الملفات. ارجع مع حضراتكم وضيفي الكريم. سيادة اللي هو عايز اجابات سريعه لانه عشان وقت وعايز استفيد من حضرتك جدا. امتى هنعلن عن مذبحه رفح وشهدائنا اللي قتلوا في رمضان الماضي؟ زي ما حضرتك قلت برضو في الـ انا عايز حضرتك اللي تقول يعني سيب العمليه بالكامل كانت على مكتب السيد الرئيس السابق قبلها ب 15 يوم وشيل سياده الوزير مراد موافي كان على ان هو قال ان هو قال للسيد رئيس الجمهوريه قبلها. يعني المفترض ان الداتا كلها موجوده عند القوات المسلحه وعند المخابرات العامه والمفروض ان هي مستنيه قرار سياسي. يمكن الظروف دلوقتي مش هتتيح لهم ان هم يظهروا الموضوع لان هو المفروض انه هيبدا عمليه في سيناء خلال الايام القادمه، هي بدات لكن العمليه الحقيقيه لسه ما بداتش لحد دلوقتي. العمليه الكبرى، في عمليه كبرى بالتاكيد. لابد ان في عمليه كبرى لان ده مهدد لابد من القضاء عليه قضاء باتا، هم كلهم مجذوس من 2500 عنصر ل 3000 عنصر وكلهم سلفيه جهاديه تكفير وهجره، جند الاسلام، مجلس شورى الاسلام، التوحيد والجهاد، زائد الناس اللي موجوده جوه في غزه اللي بتطلع لهم كل شويه زي كتاب القسام والجهاد الاسلامي وحزب الله. دي فحوى العناصر اللي موجوده. هي كانت بتحتمي بجبل الحلال. وجبل الحلال ظهره في المنطقه الف والحدوه بتاعته عامل زي حدوه الحصان، والحدوه موجوده في اتجاه المنطقه بين اللي ما كانش الجيش يقدر يدخلها. اسرائيل اعلنت ان ادت كارت بلانش للجيش يستخدم المعدات اللي هو عايزها ويدخل المعدات اللي هو عايزها عشان يبدا ينفذ. تفاصيل العمليه دي ايه؟ العمليه يعني انا شايف انها لو الجيش بدا النهارده هي ما تاخدش في ايده اكتر من سبعة ايام. يعني عشان يدك، اصل حضرتك احنا بنتكلم في 300 عنصر، هي عايزه عمليه نوعيه. يعني طبعا الاخوه في القوات المسلحه في خبره وفي مركز عمليات وفي ناس كبار موجودين في الاسرى والقوات المسلحه، لكن هي هتعتمد على قصف صاروخي او قصف مدفعي على جبل طعميه، يعني يعاموا الناس في جبل حلال وتعمل عليهم اسقاط من قوات خاصه او قوات محموله جوا ويبداوا يتعاملوا مع الناس دي لحد لما يفضوا البقر اللي جوه. العمليه دي يعني دي قصه قوات مسلحه وهي قادره على تنفيذها وانا متاكد من ذلك يعني. لكن حضرتك بتقول لي عشان اطمن الناس انه المرحله اللي جايه داخلين على عمليه مهمه بتنظف سينا او تنظف هذه المنطقه. لازم تنظف. ملهاش حل. ده مهدد زي بالظبط الانفاق، مهدد امن قومي خطير. لا يمكن البعد عنه، لابد من الاقتراب عنه، لكن هو بس في حاجه قبل ما حضرتك تتكلم، هي عباره عشان نبقى عاملين حسابنا مع الجيش. هناك اجتماعين تموا للتنظيم الدولي للاخوان. الاجتماع الاولاني تم عندنا في 6 اكتوبر.
وكان في ناس من اليمن وكان في ناس من سوريا. الناس اللي كانت جايه من اليمن كان يمكن المهم اللي فيهم يعني كان المشدودي. مين هو المشدود؟ المشدودي واحد من قيادات نقدر نقول عليه، هم بيسموه العمل الاستشهادي، هو مش العمل الاستشهادي، هو العمل الارهابي. ارهابي. وكان واحد تاني من سوريا اللي هو المرادي، وده برضو نفس الكلام من كتائب النصرة والشلة اللي هي موجودة هناك في منطقة سوريا بتحارب الجيش السوري دلوقتي. دول قيادات، ما بنقولش ان دي عناصر منفذة يعني. المهم ان في الاجتماع الاولاني انا شخصيا ما كنتش عارف ايه اللي جوه يعني. ايه اللي حصل جوه؟ الاجتماع تم خلال ما فيش 12 ساعة، الناس دي جات، الناس دي دخلت على جوه اتكلمت. في نفس التوقيت زار مصر وقعد مع السيد الرئيس السابق عبد المجيد الزنداني اليمن، اللي هو بتاع اليمن طبعا. والزنداني هو برضو قائد المجموعات السلفية الجهادية، لا ده كان بيقوا جميع الارهابيين المصريين اللي هربانين من مصر في التسعينات، كان هو عنده بالظبط. انا كلمته لما رحت اليمن ورد عليه واحد مصري تمام، هما كانوا عندنا. والزنداني جاء زار الرئيس مرسي، وحميد الاحمر طلع من يومين ثلاثة وقال ان اللي حصل في مصر ده انقلاب، وحميد الاحمر برضو من ضمن المجموعة اللي هي بتؤيد فكر ده من هالة عبد الله الاحمر. من هي نفس العيلة يعني. قال الأحمر منهم حميد الأحمر، ده راجل ملياردير يعني وبيصرف على الهدف من ده ايه؟ ما أنا جاي لحضرتك، ده الاجتماع اللي افتتح في 6 أكتوبر ما كناش عارفين ايه اللي جوه يعني. أنا شخصيا ما كنتش أعرف ايه اللي حصل جوه يعني. لكن بعد كده لما الأمور خلصت أنا ظبطت معلومات، فبدأ أجمع المعلومات وبدأ أحلل وأطلع بتقييم في الآخر. اللي كان حصل جوه الاجتماع هو عبارة عن استدعاء لكل الخلايا اللي بيطلقوا عليها الخلايا الاستشهادية. من اليمن اللي هو تنظيم القاعده، ومن سوريا اللي هو برضه تنظيم القاعده، اللي هو النهارده في خلاف مع جيش النصره والمجموعه اللي موجوده بعد ما قتلوا القائد الجيش الحر. ودول غالبيتهم من الشيشان ومن باكستان ومن افغانستان ومن خلايا القاعده اللي موجوده في اليمن وبعض دول الخليج، زائد الخلايا اللي هي هربت وجت قعدت في جنوب الصحراء الكبرى اللي هي منطقة مالي وتشاد والنيجر والحاجات دي كلها، اللي هي عملت القصة بتاعت مالي والوقت انسحبت وراحت على السودان. وحاجة من الاثنين، يا تخش لنا من تحت من السودان يا تخش لنا من الحدود الغربية مع ليبيا. المهم الاجتماع ده زائد الاجتماع اللي تم امبارح او اول امبارح في تركيا. الاجتماعين دول خدوا سكتين. السكة الاولانية هي الجانب العملياتي، وده اللي هتتولاه العناصر الاستشهادية. ويمكن جات لي معلومة من احد او من اثنين من القيادات الامنية والسياسية في سوريا وفي اليمن، قالت ان الناس دي بتجهز عشان تدفع لكم وهتطلع البحر وهتتصبر في البحر وتخش لكم على الحدود. تتصبر في البحر ازاي؟ يعني تنيتها بايتة في البحر يعني لحد لما في قوارب صيد صغيرة تاخدهم وتبدأ تدخلهم الحدود المصرية. والحمد لله انا فوجئت ان القوات المسلحة المصرية والقوات البحرية عملت انتشار والحدود رفع درجة استعداد. عندهم معلومات يعني المعلومة موجودة عند القوات المسلحة والحمد لله تمام يعني. ده الجزء الاولاني. انا برضو مش عايز الناس تخاف يعني. ده اللي هنشوفه الايام الجاية، بومبا هنا طلقة الناحية دي، مفيش اكتر من كده. وطبعا اي ثورة من الثورات لابد تدفع ثمن، والثمن اللي هندفعه ما هوش كتير باي حال من الاحوال يعني. اللي احنا دفعناه خلال من 30 يونيو لحد النهارده مش هندفع قد. فالناس ما تخافش. لا، وكل ما كان الحشد كبير، وعايز بس استدعي الامن عند الشارع المصري تاني يعني. الشعب المصري المفروض ان هو اي عربيه يشوفها ما عندهاش لوح لازم يبلغ، اي عربيه يشوفها مش من نفس المنطقه لازم يبلغ، اي عربيه يشوفها هو في القاهره واخده نمر محافظات قاعده هنا تعمل ايه؟ لا بس انا كمان عايز، وحضرتك بتقول للشعب وانا بخاطب الاجهزه بقى الشرطه، ما ينفعش تيجي تقول لي ناس قطعت كوبري اكتوبر او قطعت الدائري، ده بلطجه. ما تقوليش ده متظاهر. ماشي فندم، ده الشكل التاني متظاهر، لانه مصلحه الناس ما ينفعش حد يعطلها. تيجي تقول لي ده اخواني، فلا يا سيدي، هنا قطع الطريق فيه قانون يعاقب عليه، لازم تاخد اجراءات. وهل الكلام ده منطقي ولا لا؟ لا تمام منطقي. ما انا جاي لحضرتك بقى. الشق التاني من الاجتماع كان على كيفيه التصرف لو 30/6 نجحت. غير العمل، غير العمليات. راحوا للمركز الدولي للدراسات والتدريب اللي هو موجود في بيروت، وده واجهه الاخوان، لكن الناس اللي شغاله فيه ناس خريجي يعني، ناس دارس علوم استراتيجيه ودارس علوم سياسيه ودارس راي عام. وبالتالي هم قالوا له انت عندك يعني، ده اللي رسموه لي خلال فتره فاتت وده اللي بينفذه بقاله 3 4 ايام. قالوا له انت عندك اربع حلول: الرايه البيضاء، ان انت ترفع الرايه وتقول خلاص انا مسلم القصه. الحاجه الثانيه وهي دي المرجحه، انها اللي هي سياسه النفس الطويل، المرجحه انها تتم يعني، ان هو يعمل عمليه جذب اعلامي ليه
من خلال التركيز، تركيز بؤرة الضوء عليه هو في المكان اللي هو متواجد فيه، وان هو يستدعي اعلاميين. ما هو للاسف برضو احنا عندنا مجموعه من الاعلاميين سواء كان في المنطقه العربيه او في مصر مش عارف يعني مش قادر اقول يعني بيحركهم الفلوس، وبالتالي هو ممكن يتبنى هذا التوجه للفتره الجايه لو شاف، لو هو قرا المشهد غلط وقال لك ان الناس دي حاجه. اولا الناس دي بكل الناس اللي معاهم، يعني لو قلنا معاهم التيار السلفي كمان، يعني رغم طبعا انا ليه اعتاب كبير على التيار السلفي لان 50% من اللي موجودين سلف، وبعدين انا مش فاهم السلف جايب ده راجل توجه سياسي يعني سياسي. قالوا ان احنا مش موجودين ومش هنشارك في الحاجات ديت ليه؟ قالوا لكن الحقيقه موجوده، موجوده، و50% من اللي موجودين في رابعه سلف، وبعدين انا سلف وسيادتك سلف وكلنا سلف. هو عنواننا ايه؟ القران والسنه الصحيحه. السلف ايه؟ قران وسنه صحيحه، وبالتالي مفيش خلاف بينا وبين بعض. قلت الكلام ده اكتر من مره، لكن كون ان هو النهارده ينزل لي ناسه في الاتحاديه ويقول وفي النهضه ويقول لي انا ماليش دعوه، لا انت ليك دعوه، طلع ناسك. جزء منهم طلع برضه عشان اكون محق الحق، جزء منهم رجع وتحت حجه ان في ان المنصه بدات تقدم اغاني وحاجات من دي، في جزء منهم انسحب، ولكن الجزء الباقي لازم ينسحب. انا عايز برضه اقول ان كل التيارات السياسيه باقصى طموحاتها وكل المؤيدين ليها والداعمين ليها لن يتعدوا باي حال من الاحوال من 5 لـ8 مليون. ده في كل الدنيا، يعني في كل مصر حال من 5 لـ8 مليون. هم بيتكلمنا على الكل بالظبط، اسلاميين وغير اسلاميين، كله الاسلاميين والداعمين ليهم. يعني حتى يعني مش عايز اقول عصير الليمون لان عصير الليمون خلاص انفضوا من حولهم، يعني من 5 لـ8 مليون. انا بقول 5 مليون عشان خاطر اللي انتخبوا الرئيس في الجوله الاولى هم 5 مليون واللي انتخبوا بالفتوح كان حوالي 1.5 مليون أو 2 مليون، فانا بجمعهم على بعض لان هم كل دول هم التيار الاسلامي رغم ان في جزء كبير كان من التيار المدني. وبالتالي ما هماش كتير يعني. يعني هو النهارده زي ما بقول لحضرتك هناك كثير من السيدات في الوجه البحري طلعوا وكلموا ناس كتير جدا وراحوا اشتكوا في البوليس وقالوا ازواجنا محتجزين في الاتحاديه من 30/6 لحد النهارده. في رابعه. في رابعه. سوري في رابعه. يعني ده الستات طلعت قالت لك احنا زواجنا راحوا والفلوس اللي اداها لنا خلصت. ما هو المصري بياخد 200 جنيه في اليوم غير اكله وشربه ونومه. السوري بياخد 500 جنيه في اليوم. والفلسطيني غير اكله وشربه ونومه. فالكلام ده موجود ومعروف وبقى مين بيدفع؟ مين بيدفع كل ده؟ بص يا فندم، هم قبلها مستر اوباما اداهم 50 مليون دولار. والراجل بتاعهم اللي موجود في اسبانيا لما 20 مليون دولار. فبقى عندهم 70 مليون دولار. الاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه كل واحد منهم خد 3 مليون. والباقي هم اللي بيصرفوا منه على الاعداد اللي هم عاملينها لحد دلوقتي. وبالتالي في ناس كتير في المحافظات، وده اللي انا بناشد بيه بقى الشعب المصري، مش بناشده يعني. انا بقول لك التجربه اللي بتحصل في المحافظات الثانيه، بعض محافظات الدلتا. بص عايز اوري حضرتك صوره صفوت حجازي وهو قاعد والقميص وباين الدايره اللي حضراتكم شايفينها، ده مسدس صفوت حجازي، مسدس في موجود قدام حضراتكم في منصه رابعه طبعا، وهو بيخطب وهو هارب من العداله صفوت حجازي. اتفضل. يمكن الكلام ده برضه انا قلته اكتر مره، الناس دي كلها فنجريه بق تتكلم وخلاص. والناس دي مختبئه ورا السيدات والشباب المغرر بيه والاطفال اللي موجودين في رابعه، والجيش مش راضي يخش يقتحم الاماكن دي ولا الشرطه راضيه تقتحم لان الناس دي ذنبها. امتى؟ لحد امتى؟ ما هو لحد امتى يعني. ما هو هي الناس النهارده الناس اللي في رابعه، يعني انا لو سكان رابعه لو انا في المنطقه دي وهفضل كده الشكل اللي انا شايفه طول الوقت، لا بتنزل بيفتشوك بتطلع بيفتشوك ما حدش عارف يقعد، مش ممكن الحياه، مش ممكن عيشه. ما انا اقول لحضرتك يا اما تنزل يعني مش عايز اقول بدراعك ايا كان يحصل، ما هو هتعمل ايه؟ يروح من بعدك روح، او انا مستني الجيش او الشرطه لازم تاخد قرار. تمام فندم. بعض المحافظات بدون تحديد اسماء عملت ايه؟ راحت في القريه او في المدينه او في المركز او في المحافظه نفسها، كل شارع فيه واحد اخواني، ما تخرجش من بيتك، ما تروحش في اي مكان، لو غبت عن بيتك 12 ساعه بيتك هيستحل بالنسبه لهم. ده الناس اللي عملت كده. ما حدش قال لهم اعملوا حاجه. ده الناس هي اللي عملت كده. في القرى نفس الكلام، القريه فيها كام واحد اخواني؟ 10 15 20، راحوا لهم وعدى عليهم في البيوت. معروفين بالاسم. محدش يتحرك. معروفين بالاسم. محدش فيكم يتحرك ومحدش يطلع بره بيته، لا هيطلع بره بيته يبقى خلاص. بيقول لنا كارت بلانش انا بستحل بيتك. دي حاجات، حاجات تانية. انا وانا جاي، يعني انا كنت في البلد وجاي، عند بلد في الطريق ما بين المنصوره وبنها اسمها ترنامل، الشباب طالع بره واقف عامل لجنه تفتيش، اي باص فيه واحد اخواني او حد سلفي او اي حاجه من الحاجات دي بينزله بيقول له يا ترجع بيتك يا هتتضرب، فبيرجع بيته تاني. نفس الكلام كان معمول بعد كفر شكر برضه، لجنه واقفه
وحتى يوم التلفزيونات كلمتني وبتقول لي الطريق مقطوع. لا الطريق مش مقطوع، ده الناس بتوقف العربيات يبصوا فيها، طلع بطاقتك يفتشوه، طلع معاك كارنيه حريه وعداله، طلع مربي دان وارجع تاني. الناس لوحدها لجان شعبيه، ده لجان شعبيه بلا يعني حاجه محترمه، الدوله لها دعوه بيها. لا عشان هم مخططين خلال الايام اللي جايه انه يخش في الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه اللي انا اعرفه من ايام الاتحاديه ومن بعد التحرش اللي حصل في التحرير، اطلقهم الشباب، اطلق مجموعه سماها مجموعه ال15. هذه المجموعه بتعمل في كل الاحياء، وهي اللجان الشعبيه اللي كانت ايام 25 يناير. وهذه المجموعه بتعمل ضد الاخوان المسلمين. هذه المجموعات اللي هيحصل في الايام الجايه ان هم هيدفعوا لهم ناس من عندهم، سواء كان بلطجيه او عناصر من الاخوان، يفتعلوا مشاجرات في الشارع وهيستدعوا بعض القنوات اللي هي تابعه ليهم. تصور الكلام ده وتبدا تعمله وتطلعه الخارج وقولوا عليهم شبيحه السيسي. احنا ما عندناش شبيحه في مصر. زي ما حضرتك كنت بتقول في البدايه برضو، الشعب المصري لا يمكن يتعاد فيه اي حاجه بتحصل في اي دوله تانية، لاننا كلنا عرق واحد. صحيح، احنا شعب طالع من عرق واحد، اي حد بيخش لنا نحن نستوعبه ولكنه لا يستوعبنا، وبالتالي تنينا محافظين على خصائصنا بتاعت الدي ان ايه كلها واحده، فنحن شعب واحد، ما احناش زي سوريا، ما احناش زي ليبيا. ما احنا هو بينجح فين؟ بينجح في الاطراف. ليه؟ لان الاطراف قبائل ومختلفين عننا شويه، فبيقدر ان هو يتحرك معاهم. لو ان الاطراف دلوقتي كلها بدات تصحى، يعني اولاد علي لو ما رجعوش لصوابهم هيتم التعامل معاهم زي ما بيتم التعامل مع الناس اللي موجوده في سيناء، وبالتالي لازم يرجعوا. هو الشعب لازم يتحرك وحركته لازم تبقى محسوبه، بحيث ان هو برضه ما يزودش حاله الانفلات الامني في الشارع. لكن هو عليه دور. الاخواني اللي عندك ما يطلعش من بيته، يطلع من بيته ليه؟ ويطلع وطلع يعمل ايه؟ والناس اللي بتتاجر ب 200 جنيه و 300 جنيه في اليوم دول، وبعدين يعني انت وبعد ما يخلص القصه دي انت حب منظرك ايه في وسط اهلك؟ اديله الامان. يعني هو في ناس دلوقتي منهم بيقول لك يا فندم انا طلعت أنا واقسمت بالله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تمسك واحد خارج من رابعة رايح في بيته ألا إذا كان عليه قضية، وبالتالي اللي عليهم قضايا لن يتجاوزوا من 50 لـ60 واحد، والباقي كله يروح بيته معزز مكرم، ويبدأ الشعب المصري فيما بعد يقبله أو ما يقبلوش. يعني برضو قصة المصالحة والحاجات دي فعلا في امراض وبائيه انتشرت هناك في كوليرا وغيره. لا انا ما اعرفش الكوليرا دي طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن انا دي معلومه مش مؤكده، لكن اللي مؤكد ان عندهم ان في ناس ظهرت فيهم حالات جرب كتير. جرب. ناس ما بتستحماش، يعني ايه ياخد مدرسه او مدرستين ويعمل فيهم ادخانات ودول يقضوا المجموعه اللي موجوده في رابعه؟ ما يقضوهمش طبعا. وبالتالي حصل الناس، في ناس عندها امراض جلديه وفي ناس عندها جرب دلوقتي، ده موجود يعني. علاقة المخابرات بالإخوان كانت إيه قبل الثورة؟ قبل يناير. المخابرات العامة ولا أنهي المخابرات العامة؟ المخابرات العامة قبل يناير وحتى الآن. يعني أنا برضو بقول المخابرات العامة مهمتها الرئيسية حماية الأمن القومي لمصر من الخارج إلى الداخل، ملناش دعوة باللي جوه البلد. مع الإخوان أي نشاط الإخوان بتعمله في الخارج أنا بقدم بيه معلومات للسيد رئيس الجمهورية، وسيد رئيس الجمهورية بيحوله لجهات الاختصاص، وجهات الاختصاص هنا لو كان تبع الجيش بيروح للمخابرات الحربية، لو كان تبع النشاط الهدام بيروح ناحية أمن الدولة أو الأمن أو الأمن الوطني. وبالتالي إحنا مالناش، لا إحنا بالعكس إحنا كنا بنشيل عنهم بلاوي بره كتير. يعني في سفينة الحرية بتاعت تركيا دول الله يرحمه سيادة النائب عمر سليمان، مش أوامر للجانب الإسرائيلي، الناس دي اللي عندك المصريين يتعاملوا في اي بي ويرجعوا على طياره خاصه، اللي كان البلتاج وحمد حسن ومجموعه من الاخوان ما باتوش يا فندم، وكل جنسيات العالم باتت وتتعامل فيها اللي ما يتعملش. دول اللي رجعوا معززين مكرمين، والكلام لهم على الهواء وقلته كذا مره يردوا علينا، يعني لو الكلام ده ما حصلش يردوا علينا. غير كده ايام 11 سبتمبر انا كنت في التوقيت ده بوزاره تعظيم الجهاز، كثيرا من الجماعات الاسلاميه الجهاديه حاليا كانوا بيتصلوا بينا الحقونا تعالوا خدونا، كان السيد رئيس الامن القومي بيطلع مأموريات خاصه، ضباط خاصين يروحوا يجيبوهم من هناك سواء كانوا بالاتفاق مع الدوله او من ورا الدوله، وكانوا بيجيبوه. المخابرات العامه علاقتها بهذا التنظيم او بهذه التنظيمات كلها علاقات محترمه جدا، طالما انت راجل صح. انت راجل غلط انا بجيب المعلومات اللي عندي وبديها لجهات الاختصاص، هي تتصرف معاك زي ما عايزه، انا مش دعوه باللعبه دي. حضرتك قلت من كام يوم انه البشير بعت رساله لمرسي، وهذه الرساله عملت دوشه غير طبيعيه، وبعدين طلعوا الخارجيه السودانيه نفت وقالت ما حصلش الكلام ده، حقيقه الامر ايه؟
يعني هو احد الساده الافاضل اللي بيعشقوا مصر، واللي هو طبعا انت حضرتك عارف ان برضه الاخوه في السودان اخوان مسلمين يعني اللي موجود هناك. هو ده يعني هو ده السبب اللي قسم السودان لشمال وجنوب، وما كانش فارق بالنسبه لهم قصه شمال وجنوب، يعني هو برضه قصه الاماره الاسلاميه عايزها تتحقق، يعني نفس الكلام يعني. فالراجل قال لي جواب ده بيقول، الراجل بعته لمرسي بيقول له احنا تحت امرك ممكن نعمل اي حاجه. اللي انا عرفته ان السفاره طلعت كدبت، ما فيش مشكله يكدبوا زي ما هم عايزين يعني. الخارجيه ما كدبتش، الخارجيه قالت تحت اللي بيحدث في مصر ده امور داخليه احنا ملناش دعوه بيها، وده شان داخلي مصري يعملوا فيه اللي هم عايزينه. بس حاجه بتاكد الرساله صحيحه. الرساله اللي جات لي من شخص صحيح. لا شخصها. بس حضرتك تعلم اللي بعت حضرتك الرساله انه راجل موثوق فيه. راجل موثوق. بالتاكيد. ويعني من دوائر صنع القرار. ما هو ده اللي هو من دوائر صنع القرار عندهم. طب ليه السودانيين نفوا؟ ما ينفوا، انت عايز تقول مش هيقول طبعا. طب معناها ايه؟ تحليل حضرتك للكلام هو بقى. اخوان، ما هو من ضمن التنظيم الدولي للاخوان. يعني معلش حضرتك، القصه بمنتهى البساطه الاخوان في كل مكان في الدنيا ليس لهم وطن، وطنهم هي كل الامارات ال 83 اللي هم فيها، اللي فيها ناسهم. لكن السودان ما تفرقش بالنسبه له. مصر ما تفرقش بالنسبه له. وفي فتره ليبيا الجزء اللي فيه اخوان كتير اعلن الفيدرالية مع الدولة الليبية. يعني ده لسه الكلام ده بقالوش اسبوعين. يعني بمنتهى البساطة اعلن الفيدرالية، ما انا مش معاكم، مش لاعب لكم يعني. فده فكر موجود في دماغهم. في دقيقة، حماس فين من اللي بيحصل في مصر؟ لا، حماس جوه اللعبة قلبا وقالبا من خلال كتاب عز الدين القسام، والاجتماع اللي حصل في مصر، والاجتماع اللي حصل في تركيا. حضروا خالد مشعل، وهم هيقضوا على القضية الفلسطينية. او على الاقل هيقضوا على القضية الفلسطينية في قطاع غزة. الشعب المصري ما عادش قابل حاجه اسمها القضيه الفلسطينيه، والبركه فيهم يعني. الاخوه في حماس بنقول احنا الجمله الصح، خطفوا قطاع غزه شعبا وارضا، ومش فارق معاهم الشعب الفلسطيني. ونفس اللي حصل في اسكندريه هم عملوه في قيادات فتح وفي العناصر بتاعت فتح، رموا الناس من فوق. بالظبط، نفس الستايل، نفس الكلام. وكتائب القسام، الجزء اللي موجود فيكم في مصر معروف مكانه فين؟ معروف طبعا، معروف مكانه فين، واجهزه الامن عارفاه وجاهزه للتعامل معاه، وكتير منهم اتمسك، وفي حاجات بتعلن وحاجات ما بتعلنش. لكن انا بقول لهم الكلام ده، وبرضه انا عايز الشعب كله يبقى مطمن. الاجهزه الامنيه المصريه، اجهزه المعلومات المصريه بمعنى اصح، اجهزه المعلومات المصريه عندها كم من المعلومات غير عادي على كل بني ادم بيخش. والقوات المسلحه الحمد لله دلوقتي يعني مداخل البلد مقفله، مش هيعدي غير اذا كان الدبانه بتاع كلام من ده، هو ده اللي هيعدي، غير كده مش هيعدي. ولو عدوا اجهزه المعلومات جاهزه، لان احنا عارفين مين اللي جاي. هيخش منهم ناس، في ناس دخلت يعني، برضه عشان ابقى صادق، في ناس منهم دخلت واتمسك منهم الواد بتاع جيش النصره اللي قدام وزاره الدفاع. ده واحد من ضمنهم. تقول ايه الاجهزه بكره لو الاخوان نزلوا زي ما قالوا يقطع الطرق والدائري واللي ويعملوا يعني قطع لحركه، شل حركه الطرق كامله بكره بعد الفطار؟ بص يا فندم، دي ضمن الاجراءات اللي حطها المركز الدولي للدراسه. هم يحطوا، لكن احنا هنعمل ايه؟ والله يعني بالتالي سيادتك واثق وانا واثق في قدره الاجهزه انها تتصرف يعني. يعني هتتصرف زي ما عايزه. هو لما قال لك ما حدش فيهم هيروح ناحيه مبنى وزاره الدفاع، رايحين دلوقتي الحرس الجمهوري، يروحوا زي كل يوم دلوقتي الحرس الجمهوري رايحين للامن الوطني، مسيرتين دلوقتي. بص يا فندم، هي بس كلمتين اتنين للاخوان عشان يفهموا، والشباب ما يتغررش بيه زي ما هو متغرر بيه دلوقتي. اي اقتراب لاي منشاه عسكريه او منشاه شرطيه في اي مكان في العالم، لو انت داخل بغرض الاقتحام او بغرض السرقه، التعامل معاك بالنيران الحيه من اول ثانيه. الجيش صابر والامن صابر، لكن لو عمل ده لا قانون دولي هيقف قدامه ولا قانون محلي هيقف قدامه، لان القانون الدولي بينص على كده، والقانون المحلي بينص على كده، والقانون الاقليمي بينص على كده. لو حد راح منشآت حيويه عسكريه يتم التعامل معاه، او منشاه امنيه يعني حد راح جهاز المخابرات العامه، قربت من السور لحد الرصيف بتاعه وهو عايز يضربك بالنار، مالكش ديه. والامن الوطني بالظبط، بتقولي على الاجهزه وزاره الداخليه الامن الوطني اذا كان له مبنى منفصل، قربت من الرصيف بتاعه انت في عرض الشارع اعمل اللي انت عايزه، في بحر الشارع اعمل اللي انت عايزه. قربت طلعت طلقه، حقه قانونا يتعامل معاك بالنار الحي.
في قصة الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري اتعامل الأول بالغاز ثم بطلقات المطاط ثم ضرب طلقات في الهواء ثم ضرب طلقات في الأسفلت عشان تعمل سكترمة من الأسفلت يطلع في رجليهم فيشكوهم يعني فيجروا، ولم يتعامل بالحي. يعني أنا لحد دلوقتي ما أناش شايف أي حاجة بتقول إن هو تعامل بالحي كضرب مباشر. الأدهى والأمر بقى واللي ده مفروض هم يفهموه إن في جثث كتير جدا مضروبة من ظهرها، مضروبة من ظهرها. جبنا صور وهم بيضربوا بعض، دي واحدة أو اتنين. لكن لما 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 أخش على يعني أنا يومها الصبح لما صحيت من النوم لقيت القصة دي حصلت، فروحت على مستشفى أقرب مستشفى للمنطقة، لقيت 10 جثث مضروبين في ظهرهم، العشرة حتى الدكاترة بقت تحط إيدها علي من الخلف، بالخلف العشر جثث من الخلف. فده طبعا ده اللي هياكده كمان الطب الشرعي، يمكن المتحدث عسكري امبارح قال هتعرفوا مين اللي قتل لما الطب الشرعي يقول التقارير بتاعته. كلام حضرتك واضح بياكد انه القتلى غالبا انا رحت شفتهم بعيني. حضرتك اللي شفت بعيني 10 جثث، 10 جثث مضروبين في الظهر ازاي يعني. شكرا اللواء ثروت جوده، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل ثم يكون عندنا فقره سريعه جدا مع الضيفين الكريمين الحاج حسن أمر الدولة من طنطا وفتحي مقبول أحمد من المنيا، هيحكوا لنا بس على اللي حصل في رابعة العدوية، عملوا معاهم ايه حاجات بسيطة كده خفيفة، شافوا مين بيتضرب مين بيتعذب مين بيموت، خدوا فلوسهم ازاي، حاجة سريعة جدا عما يجري في رابعة العدوية. الشعب يريد عيشة حلوة، حقه في الحياة.